فيك اسم الله عليك. قبل المرحبا اوف 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 بس انت اوف كلكم جرب الار طلع فيه لرد لها جاني وعندك فوطة حيط قبل ما ترجع عالبيت فادي وتاتيانا ناطرين تيكبوك بمقلة زيت فادي وتاتيانا ناطرين تيكبوك قبل ما بدي رد قبل ما بدي رد عليك بدي اقول شيء على السيجامي بعد اذنك ايوه السيجامي بالعارف شو هي شو مسابه هي يلا شفنا عيون قدي شفنا عيون دبلانين بعدن عم يحنوا عمل انا وقدي شفنا عيون زواقين نظراتن من الصعب تنسانا وقدي شفنا عيون محتالين منقول يسواهن ما يسوانا مزبوط كل عيونهن حلوين لكن ما شفنا عيون تشبه ريم ولا عيون مثل عيون تاتيانا مرسي قولوا ان شاء الله قول ما يا تاتيانا يا تاتيانا الله شو حلو كثير له نعم يا بيير نعم يا بيير شو بدك من تاتيانا خليك مع ريم يا بيير ويا بيير يلا أول شيء بنسوار أهلا بنسوار ويعطيكم ألف عافية أهلا وسهلا مازن ومجرد ما يصير الزج اللبناني ببروجرام نعم مهضوم مثل هالبروجرام معناته وبألف خير حبيبي بس بدنا نسألك سؤال يا مازن فضل. خبرنا هاي الموهبة كيف اكتشفتها وكيف بلشت معك قصة الزواج زجل زواجل زجل أنا من بيت شعراء الوالد شاعر وعمي شاعر وربينا بهذا النمط وبهذا الجو اي ومشينا بهالدرب وبهالطريق لو وصلنا لحد الاستاذ إلي العلي عم يضحك انا ترك الصوت مش عشان مش بقول لا حلو حلو لو علم عربي علم عربي ما انا فت التعب حبيبي حلو حلو طيب خلينا كفي كفي لا خلص قلت لك بعد لا لا خلص على فكره عصير الزحلي ذكرتني بخبريه كمان صارت نهفي معنا هلا بعد شوي رح خبرك اياها ربيت بهالبيت ربيت بهالبيت وطبعا جو ضيعه ورديات الكل بهذا الجو نعم واسسنا حالنا مثل ما بيقولوا شوي شوي نعم وكفينا وكان في عنا الاصرار لانه نوصل ان شاء الله ومثل ما بيقولوا هالامانه اللي تركها الرعيل الاول تكون اليوم بايدينا ونكفي الله يوفقك دايما صحن التبوله وقالب الخس منحسن انه هن عنصرين اساسيين يعني بجلسه الزجل كانوا. ما كانوا كانوا موجودين كانوا لا هذا شيء كان يمكن كان ضمن الفولكلور القديم ايه بس اليوم تغير اليوم شو بحطوا سوشي يعني بس اذا ما ايه كانوا صح. موجودين يعني مزبوط انه بيكون في شيء ناقص لا لا اقول لك ليش ما عليك فيني اتدخل بالموضوع اكيد بحطوا انا مره شفتهم بحطوا بكبروا الخس ليحطوا ورقه مشان اذا نسي بيقرا لا الشعر ما بيقرا عن جد؟ طبعاً إذا هو كاتب الكلام نفرض يقرأ في أوقات فادي على الجواب بيرتجل بيصير في حالة قدامه معينة بيرتجل لكن الخصوصية طب برأيك جيل اليوم لقى مهرب بالزجل من ظروف حياته مثلاً لا يحكي عنها برديات بتشبه همومه؟ جيل اليوم؟ إيه؟ بس عليل السؤال ما فهمت أوكي جيل اليوم نعم. عم يستعمل الزجل ليعبر عن همومه؟
يعني بطريقة زجلية؟ جيل اليوم عم نشوف لأنه زجل مودرن يعني أكتر مودرن بدي أقول لك شيء. الزجل هو من تراثنا وبيحكي لغة الشعب، بيحكي لغة الناس، بيحكي بيعبر كل شيء، كل إحساس الحبيبي بيحكي، بيعبر عن القضية، بيعبر عن السياسة، بيعبر عن الوضع العام. فهو اليوم بيحمل الهموم بكل مطرح، وبيحمل الضحكة، بيحمل الدمعة، بيحمل وبيودي رسائل، وبتوصل كلمته، بيوصل صوته لأبعد حدود، لأنه صوت الشاعر صوت كتير مهم إذا كان شاعر حقيقي وعم بيوصل الكلمة بشكل. طيب في تحضيرات عم تحضرها مع رامي عياش؟ نعم. عم تقدم له كلمات لأغنية، صح هذا الشيء؟ صحيح. كيف توصف هالعمل أنت ورامي عياش؟ أول شيء ألف تحية لأستاذ رامي. أكيد طبعاً. ورامي حدا دقيق جدا بشغله وبيختار الحرف قبل الكلمة كمان. نعم. فوصلنا اليوم لمرحلة عملنا شغل 6 أو 7 أغاني الحمد لله صاروا خلصين وجاهزين. طبعا القرار له أنت بيحب هو ينزلهم بس أغاني اللي فيه إلا عنهم أنه من أروع الأغاني. الله يوفقكم. مين من زملائك شعر الزجل بينافسك اليوم؟ كل شاعر بيغني كلمة حلوة بينافسني، بس اليوم في شاعر طبعا في حبيب أبو أنطون. أها حبيب شاعر أنا وياه لنا 5 سنين عم نغني سوا. شاعر فيه هو بالقلب بس هو منه شاعر فينا يعني، دعيناه على البرنامج واختفى مع أنا قال لي على أساس لبى ونزلت الدعاية على الهوى واختفى وما عاد رد. أنا قال لي بس أنا صدق أنا عم بحكيك شو قال لك بس ما يقلنا ولا شو اللي صار. بس في ظرف صحي صار عند حبيب طارق وانا عم بحكي هذا الكلام بس بعد ساعة طلع لايف مع وسام طباخ ويمكن انا بعتذر. ايمتى؟ ما دغري من بعدها بنفس الليلة. بنفس الليلة؟ نعم. انا ما معي علم هيك. هو معه خبر فات بالخير. بس انا هذا اللي صار. اي شعر بتستمتع بجلسة رديات انت وياه وليش؟ قليل عليا بك شيء؟ شوف حبيب رح تفوت بالكنبية. شعر عنده مقومات عالية حط الردية شكلها ولما بيكون عم بينافسك الشاعر بشكل قوي وعنده المقومات الكبيرة نعم تستمتع انت بالجواب صح وبتخلق حوار ممتع للناس. فحبيب من الأشخاص اللي بيكبر قلبي فيهم بكون عم بغني أنا وياه بنعطي متعة للناس وبنعطي متعة لنفسنا. تحية كبيرة ل خلال الحفلات الزجلية كتار هن المواقف المضحكة يلي بصيروا معك، خبرنا شي موقف هيك صار معك مؤخرا. صار معي شغلي انا واستاذ حبيب كمان بزحلي عصير زحلي ذكرني فيها. هلا خبرنا لشوف. كان عندنا حفله بزحلي الجمهور زحلي بتعرف قديش عنده الحماس. طبعا بحبوا الزجل طبعا وعنده القوه وعنده الكرم وعنده الطيبه. بدك تخبرنا اياها بسرعه لانه عندنا بعد ثواني قبل ما نجرسك بجنب. بس اعطيني بس وقت فيها 3 ثواني. 3 ثواني ايه مش ثانيتين. كل ما تقول ردي توقف الناس. يسلم تمك يقبرني ربك كاسك الا واحد يوقف يسلم هالنيع يسلم هالنيع والله كل الليل بقينا من 9:30 لساعة 2 يسلم هالنيع يسلم هالنيع كل الليل. نزلنا اخر شيء من الحفله طبعا الناس عم نسلم على الناس وبس بيجي هو طوله شي 20 متر لفوق بيغمرني له لحبيب هيك نختفي ايه يسلم ان ياكل قال وين رايحين؟ قال يا خيي بدنا نفل الفش فلي بتروحوا معي على البيت او بطلق مرتي بتروحوا معي على البيت او بطلق مرتي. فزت مرته قال اتروحوش اتروحوش.